نسيتي تطلبي مني الحبوب الشهر ده. خلاص ما بقتش محتاجاها، احنا كنا مانعين خلفة عشان كنا متجوزين في السر. ايوه بس انا شايف ان احنا محتاجين شوية وقت قبل ما الحمل ده يحصل. ليه؟ يعني خايف ننشغل عن يارا، انت عارفة ملهاش حد غيرنا. قصدك خايف انا انشغل عن يارا؟ سلمى حبيبتي، انا وانتي مفيش بينا اي فرق، خصوصا مع يارا. بس انا من حقي اكون ام. طبعا يعني، بس انتي عارفه يارا مامتها لسه ميته قريب، وظهور اي بيبي جديد في الوقت ده ممكن ياثر عليها نفسيا، ده على حسب كلام الدكتور. والدكتور ده بقى ما قالكش على نفسيتي انا؟ سلمى حبيبتي، انتي عارفه انا ماليش في الدنيا دي غيرك انتي ويارا. لما نستنى شويه على البيبي انتي اكتر واحده هتستريحي. وهنستنى شوية قد إيه بقى؟ يعني سنتين تلاتة. بس إحنا ما كناش متفقين على كده لما جينا نتجوز. طيب ما إحنا قاعدين بنتكلم، هو ممكن نتفق. محتاجة أبعد شوية، عايزة أشوف نفسنا من بعيد، محتاجة أعرف اللي عملناه ده صح ولا غلط. قصدك إيه؟ قصدك جوازنا؟ أقصد كل حاجة. كل ده عشان قلتلك نأجل الخلفة شوية؟ ماشي يا ستي، يلا نخلف، بس توعديني إنك متحمليش يارا. أنا دلوقتي اللي مش عايزة أخلف منك، ما بقتش عايزة أربط نفسي بيك أكتر من كده. ياه، للدرجة دي يا سلمى؟ للدرجة دي عرفوا يخوفوكي مني؟ أنت اللي خوفتني منك، خليتني أشك في حبك ليا زي ما أنا شك في حبي ليك. طب ما تيجي نتكلم بصراحة يا سلمى، قولي إنك مش قادرة تدفعي تمن الحب ده، مش قادرة تستحملي مسؤولية يارا. يارا بنتك مش بنتي. انت استغليت حبي ليك عشان تعوض يارا عن امها، وعشان تعوض نفسك عن مراتك الله يرحمها. وفرحت قوي لما لقيتني بخسر اهلي وبرفض كل العرسان اللي بيجولي. وانا ما انكرتش كل اللي انت عملتيه علشاني، بس ما قدرتوش وما قدرتش تديني اللي انا استنيته منك. هي دي المشكله يا سلمى، انت استنيتي اكتر من العادي، سقف توقعاتك كان كبير قوي، استنيتي اللي يعوضك عن كل الخسائر اللي انت حاسه بيها دلوقتي. لا، انا استنيتك تحبني بجد، وده اللي انت ما قدرتش عليه. والله انا كنت عارف انك جاي. يارا هنا؟ لا طبعا، ما انت عارفه تبقى في المدرسه في الوقت ده. يبقى هنتكلم براحتنا. حبيبتي انت مش محتاجه تتكلمي، عارف ان ليكي حق تزعلي مني، يمكن عشان اتصرفت بشويه انانيه اليومين اللي فاتوا دول، بس غصب عني انت عارفه انا ما عنديش غير يارا وخايف تنشغلي عنها. بس خلاص يلا يا ستي نجيب بيبي ونحبه احنا الاتنين سوا زي يارا، على الأقل ما يبقاش
عايشه لوحدها يبقى عندها اخ ولا اخت. انت شايف ان دي مشكلتنا الوحيده؟ انك حرمتني من الخلفه واخيرا وافقت بعد ضغط. حبيبتي لو كان في مشكله تانيه تعالي نقعد مع بعض نتكلم ونحلها. مشكلتنا ملهاش حل. انا غلطت لما حبيتك قبل ما اعرفك كويس، وسام الله يرحمها غلطت لما وصلت اننا نتجوز بعد ما تموت، واحنا الاتنين غلطنا لما سمعنا كلامها واتجوزنا قبل ما نسأل نفسنا سؤال، كل واحد عايز ايه من التاني. انا ما لقيتش اي حاجة عندك كنت مستنياها، وانت اكيد اتفاجئت من طلباتي اللي ما كنتش عامل حسابها، بس انا عارفة ان انت ما عندكش اكتر من اللي انت اديتهولي، وانا برضو ما عنديش اكتر من اللي انت خدته. بتعيريني يا سنة؟ بتعيريني انك وقفتي جنبي وجنب بنتي؟ لا، انا جاي اقولك نسيب بعض. في حد تاني؟ يبقى ما فهمتش اللي انا قلتهولك. سلمى انا مش هسيبك غير لما افهم في ايه بالظبط. شريف، احنا حاربنا عشان نتجوز، متخليناش نحارب عشان نتطلق. نفسي اطمنك بس المره دي جايه لي وحالتك أسوأ من المره اللي فاتت. ايه اللي حصل؟ قلت له يطلقني، خايفه ما يطلقنيش. ولا خايفه يطلقك؟ لا، انا عمري ما كنت واضحه مع نفسي قد دلوقتي. ويارا لو حسيت اني هرجع له مخصوص عشانها مش هعرف احبها ولا اهتم بيها زي الاول. يبقى لازم بقى تبقي عارفه ان وجودك معاه هياخد منك كل يوم اجمل ما فيكي، ساعتها مش هتلاقي حاجه حلوه تديها لحد. المشكله انا ما بقتش اعرف انام خالص. تبلك على منوم؟ خدي منه حبايه او نص حبايه قبل ما تنامي. ترسي. اشوفك تاني امتى؟ ادعي ربنا بقى ما جالكش تاني. خلاص خلينا على التليفون بقى لحد ما اطمن عليك. قالوا لي هلاقيكي هنا، قلت يبقى والدك معاكي. مش الدكتور برضه اللي بيعالجه ولا هي بقت تجي لك لوحدها دلوقتي؟ شريف ممكن نتكلم بعدين؟ نتكلم بعدين فين يا هاني؟ هو الدكتور ما يعرفش انك متخانقه معايا وسايبه بيتك ولا ايه؟ على ما اعتقد ان دي مسائل شخصيه انا ماليش علاقه بيها. مسائل شخصيه؟ عايز تقنعني انها ما جاتلكش دلالي عشان تتناقش معاك في المسائل الشخصيه دي؟ شريف انت بتقول ايه؟ بقول لك اللي انت حاولتي تخبيه عني يا سلمى. طلبتي تطلقي مني علشان الدكتور قال لك اني لسه مستنيكي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك الكلام المظبوط يا دكتور. واضح انكم شطحتوا بخيالكم بعيد شويه ونسيتوا ان الهانم لسه متجوزاني. ما ينفعش تعشم حد بالجواز لحد ما تتطلق. ده لو طلقتها